السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج أركي كاد بنيجي هنا بنلاقي البروجكت ماب، فبنلاقي هنا الأدوار اللي عندي، الدور الأول التاني التالت، بنلاقي الإليفيشن، بنلاقي الديتيلز استكاشن، كل حاجة موجودة هنا 3D. طيب لو أنا جيت هنا قلت له سيتنج، هجيب لي الإعدادات الخاصة بالفيو اللي أنا واقف عليه. فده مثلا في ال 3D، خلينا نفتحه. اي حاجه انت مرسوم هنا هيبدا بقى يفكر في الكاميرا الزد بتاعتها والتارجت والديستنس ما بين الكاميرا وبين الهدف بتاعنا وهكذا. لاحظ التعديلات اللي بتحصل الكاميرا اهوت، فبتبدا تظبط الاعدادات بتاعتك زي ما انت عايزها. طيب لو جينا مثلا هنا على الستور، ده الجراوند، ده الدور الأول، ده الدور التاني، وكل واحد فيهم طبعا تقدر ترسم وتقدر تتحكم. هنا ده الجراوند مثلا من 0 لحد 3 متر، والدور الأول من 3 متر ويرتفع لحد 6 متر وهكذا. ممكن تعمل دور فوقيه أو دور تحتيه بالشكل ده. أوكي، وطبعا لو دخلت في الإليفيشن هتلاقي الأدوار بدأت تظهر معاك وهتلاقيهم برضه ظهروا معاك هنا. ده بالنسبة للبروجكت باك. في الفيو ماب بيظهر معاك بالشكل دوت، ده الفلور، ده السيلينج، ده الاستراكشر، كل الادوار موجود ليهم الفيوهات بالشكل دوت، وكذلك السكاشن، وكذلك الورك شيت والديتيل وال3 دي دوكيومنتس. وهنا برضه هتلاقي الاعداد بتاعتهم سيتنج زي ما انت عايز، فتقدر تتحكم في الاي دي، النيم، السورس، اللاير، السكيل، تعدل فيها زي ما انت عايز، وبرضه تقدر تعدلهم من الشريط اللي تحت. بعد كده ندخل على اللاي اوت بوك، اللي هو تقدر تسحب اي فيو وتحطه جوه الشيت اللي هنا. ده طبعا شيت اندكس، تقدر تعلم على الحاجة اللي كانت صدرت او بابلش زي ما انت عايز. هنا هنلاقي هنا الجراوند، وتقدر طبعا تعمل الاعدادات بتاعتك او تعمل نيو لاي اوت جديد تديله اي اسم بالشكل دوت. وممكن اجي هنا مثلا على الفيو ماب وابدا اسحب الفيو ماب اللي هنا بالشكل دوت، تقدر تسحب اي حاجه وتحطها. طيب ممكن مثلا نرسم وول، طبعا انت بترسم الوول بيديك الاعداد زي ما شفنا قبل كده، بحيث مثلا انت عايز ترسمها من الدور الاول للدور الثاني وهكذا. حتى لما تيجي تدخل في الإليفيشن هيبدأ يظهر لك هنا في الدور التاني لحد الدور التالت. ظهر معايا الدور التاني زي ما شفنا، وممكن تبدل بينهم من هنا. ولو جينا هنا هنلاقي هنا البراوز بروجكت، تقدر تعمل براوز لينك بروجكت أو تقول له لأ ده أنا عايز أعمل مثلا شو أورجنايزر، شو دروينج مانجر لترتيب الملفات اللي عندك، يظهر معاك بالشكل دوت، فتقدر تتحكم فيهم بشكل أكتر. فمثلا ممكن تعمل سيلكت على بعض الأدوار وتقول له سيف فيو، فيبدأوا يظهروا عندي هنا زي ما انت شايف.